ماشي. طيب بالنسبة لكريم فؤاد، ايه اللي شافه فيه كولر عشان يحطه وينج رايت واصبح هداف الاهلي بدلا من باك رايت اللي لعبها تقريبا معظم الاوقات اللي شارك فيها السنه اللي فاتت؟ بص يا كابتن، هو طبعا على فكره كريم على فكره عنده فكر كويس. يعني مش بيلعب على الخط، يعني مش بيلعب على الخط ماسك الخط واقف، لا النهارده حط تحركات، والنهارده الجون اللي جابه اللي لعبه له محمد مجدي قفشه النهارده في العمق، يعني من العمق سجل هدف، في العمق الثاني سجل الهدف الثاني، فالنهارده بيقدر يخلق نفسه فنيات كويسه جدا، ضربه راس اهي هوا النهارده بيخلق نفسه كويس جدا، وبعدين عنده سرعات، يعني عنده سرعات، وبعدين لعيب مهاري، يعني يقدر الحاجات اللي فيها انديفيدوال دي، واحد ضد واحد يقدر يرقص، يقدر يعمل دريبلينج، يقدر، عنده موهبه كويسه في الحته دي كويس جدا. فهو عنده الحته النهارده ان يقدر يشتغل على الطرف، يقدر يشتغل في العمق، لا دي مؤهلات كويسه وحاجات فنيه كويسه. بص يعني شغل فين، ما اشتغلش من الجنب، ده داخل في العمق وسجل منها الهدف بالظبط. يعني انت شايف ان كولر شاف فيه مؤهلات هجوميه اكتر منها دفاعيه؟ هو طبعا مؤهلاته الهجوميه كويسه جدا زي ما قلت لحضرتك، هو بيلعب مع اكرم توفيق، والاثنين برضو في الجانب الدفاعي الاثنين بيشتغلوا كويس جدا في هذا الجانب. ولكن زي ما قلت لك كريم فؤاد عنده الحته الهجوميه، بص دي يا كابتن في العمق، العمق يعني طبعا. برضو في العمق يعني هو عنده تحرك كويس جدا، ودي ميزه في الناس اللي على الاطراف على فكره، ان ما تفضلش ماسكه الخط واقفه، يعني زي ما الكابتن اسامه قال محمد صلاح، محمد صلاح في ليفربول ما بيقدرش النهارده ما بيبقاش ماسك الخط، لا بيقدر يشتغل تحت راس الحربه النهارده. كل اهدافه النهارده لو طلعت محمد صلاح كل اهدافه في ليفربول تلاقيها من العمق، كلها من العمق، استلم ويروح. فاللعيب النهارده لازم يبقى النهارده عارف الامكانيات اللي عنده ايه، وعارف ايه الحاجات اللي ممكن يشتغلها ويقدر يسجل منها عشان يدي ثقه للمدير الفني. طيب يشتغل معاه كابتن